اليوم عندنا حوالي 30 شاحنة باش تخرج معناتها للتصدير في المنتوجات معناتها المنتوجات الاستهلاكية باش تروح لليبيا والتونس إن شاء الله. وفيما يخص المواد الأولية لتصنيع الورق باش تروح للبلدان جنوب أوروبا لليونان وإسبانيا وإيطاليا إن شاء الله. هل هذه أول عملية تصدير أو؟ فادركو دخلت بدأت تصدر منذ سنة 2008، معناتها أول عملية تصدير كانت للبلدان المجاورة لنا اللي كانت هي تونس والمغرب في الأول. ومن بعد مني بدينا نصنعوا في الورق، يعني دخلنا الأسواق الأوروبية، لأنه اليوم عندنا نسبة جودة عالية تخلينا ندخل الأسواق الأوروبية يعني بطريقة مستمرة منذ سنة 2015. عندنا الشهادة FSC اللي هي تمكننا اليوم باش ندخل الأسواق الأوروبية، واللي هي الشهادة الشركة الوحيدة في شمال أفريقيا اللي عندها شركة شهادة FSC. السنة الفارطة تمكننا من تصدير حوالي 400 شاحنة ولا عبوة يعني للسوق الأوروبية فيما يخص الأواد السيلولوز اللي هي المادة الأولية لتصنيع الورق، وحوالي فوق 200 شاحنة من المنتوجات اللي مخصصه للاستهلاك المنزلي فيما يخص المنتوجات العاديه نتاعنا كوتكس واوان وبنبيز وانيفارم. ليصلكم كل جديد، اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.